وهو هم يجي هذا الفقر يقعد تطوي ابن التطوي. ايش بيك بعد حتى السلام عليكم ما قال. دع سنه صديقي، كل شيء ما مستفاد من عندك، بس الفقر لفاني. وانا ايش مستفاد منك على اساس؟ يلا زنيف. شو اخبارك؟ امورك احوالك؟ لك ما دريت غير الوالد الطاق عمره. لا اله الا الله. ماما على كيف؟ طلع بالبالكونه. جاي باوع تدري النظر هو ضعيف. ايه. وقع لك من فوق. لا اله الا الله. ما انت متكسر؟ لا ما متكسر. لا. قام وديناه للمستشفى، اجى ابو زهير اخذه وعلاجات على ما ادري شنو، وست اشهر هو بالمستشفى. وشلون مات لعب؟ لك بابا ما مات، طلع عنده عجز كلوي. لا اله الا الله. غير اقول لك ماما كلبت لا اله الا الله، ايش بيك؟ دوش ايش الفقر؟ زين تعرف بعدين ايش صار؟ ما صار؟ ورجعنا للبيت، اول ما رجعنا للبيت ترى البيت كله بس هم ابو زهير طفر. لقيت شريف هذا الرجال والله، لو تدري بي جيراننا الثالث بيت. ايه ابو زهير طيب والله. اي والله. وخطيه احترق البيت وطفى كله. وبالليل جن النسوان خواتي وقعدات هن والجهال وضحكه منا وسالفه منا وما ادري شنو. هو اقعد لك استبرق حسوني ما ادري شنو. كان قام يرجف لك يا بحج ايش بيك؟ قام يرجف هاي هيك قام ترجف. شنو السالفه؟ غير نفتي مش بي. شلون صارت بي جلطه؟ لا اله الا الله. يابا ما مات يا معود ايش بيك؟ شنو معقوله؟ ابوك راح؟ ابوك هرقل؟ حبايه تحت اللسان الطينه وكل شيء مات. زين شلون مات لعب؟ فهمني. ورا ما قام منها شوي صار زين. يجي خالي الحشاش تعرفه؟ اه بعد خالك حشاش كوميدي. طب من هنا سالفه من هنا ضحكه من هنا. هذا يكلب بالحائط، هذا يكلب بالتيبل لم، هذا يكلب بالبنكي. صار هدوء. اكيد ما مات. لا مات من الضحك. ابوك مات من الضحك؟ ايه. بعدنا نولينا ما صايره هاي. وصير عند ابوك دش ايش الفقر؟ اطلع برا.